الطبحة سبحة أحيانا طبعا تنقسم الأشياء هذه إلى أقسام كثيرة. ممكن يكون تلبيس، ممكن تشوف الغرفة دي مليانة سحر وأعين الناس، وممكن يحط لك حجاب هنا طلسم تحت السجادة بحيث أنك ما تتحرك، لكن هذه الحقيقة كلها. والشموع إيش كان الهدف منها؟ تعطي جو وتعطي شيء من الإضاءة، أنها الإضاءة تكون ضعيفة، بس هذه حقيقتها. حركات خارجية. شوف الصندوق عندنا. أهلا بكم وأهلا بمن انضم إلينا الآن. أنتم تتابعون 99 من القناة الرياضية السعودية. حرب الشياطين هي موضوعنا لهذا اليوم. أرحب مجددا بالشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف. حياك الله أخي صلاح، الله يبارك فيك. والشيخ عادل بن طاهر المقبل رئيس هيئة الفاروق الفيصلية والمكلف بمتابعة السحرة والمشعوذين بمدينة الرياض. حياك الله شيخ. الله يحييك شيخ. الشيخ سؤال صغير، يعني قابلوك ناس يعني ينضحك عليهم بهالشكل؟ والله كثير. من أعجب ما مر علي واحد اتصل علي قال أنت من المؤمنين، أنت من أولياء الله. قلت ليه يا أخي؟ قال والله أني شفتك برنامج كان ديك اليوم في التلفزيون السعودي وطبقت مثل هذا. قال الآن بعد نصف ساعة أنا شايل 5 ملايين ريال سلمها. طبعا لا أحصي من يأتي. طبعا المشكلة وشي؟ المشكلة أنه يشوف بالفعل أموال في الصناديق دي ويقول لا أنا من تعبدي لازم أتعبد وأنا عريان ما تدخل علي، ويبدأ يسوي بخور يسوي الأشياء دي كلها. فإذا دخل يقفل بالأقفال هذه. طبعا هذا مذكور في القرآن، سحروا أعين الناس. نعم، هذه أحيانا يكون نوع من أنواع بالفعل سحر يسويه، وأحيانا لا خدعة يخادع بها الناس، فيطق عليها بالأقفال يقول أنا لازم تعطيني 150 ألف أو 200 ألف أجيب لك طيب لملك الجان، فيأخذ الطيب وينحاش مع التجدة. الأغلب أن كثير من الناس ما يشتكي. وش يشتكي؟ وش يقول؟ يقول سرقوني، يقول أنا مغفل، يقول أنا غبي. وفيه طرق أخرى في كثير، يعني ما يتسع، يعني في هذه طريقة من الطرق، طريقة تنزيل الأموال، طريقة قلب الفلوس من 5 يعني 10. واحد عنده 5 مليون وش يبي أكثر؟ يعني يضحك عليه الساحر يقول 50 مليون. لو أن الساحر يعني بيعطيك 50 مليون كان نفع نفسه، كان طلع له 100 مليون 200 مليون، صح؟ لكن هذا إذا كان عنده عقل. بعدين فينا طمع. لا، هذا إذا كان عنده عقل. ترى الشرك يا أخي الكريم ظلمة، ترى الشرك ظلمة. وهو الآن لما وقع هذا يخليه يذبح ويعلق بطلاسم وبرموز يتعلق، وجاء إلى هذا فصدقه فكفر بما أنزل على محمد. فبدأ القضية الآن، بدأ يصدق كل شيء، يضحك عليه، يسلب ماله. وترى قبل أن يسلب ماله ترى سلب عقيدته. صح، سلب عقيدته قبل لأنه ماله. صدق. في طرق أخرى يا شيخ في تنزيل الأموال؟ في طرق. هذه 5 ريال معطيني إياها الشيخ عادل. طيب، في طرق أخرى للحيلة؟ في طرق قضية قلب الأموال من خمسة ريال مثلا إلى 500، من الريال إلى 500. يعني هذا كيف؟ هذا عندك مثلا قطعة يضع فيها 5 ريال ثم يقرأ عليها ويدعو ببركة الجان أن يقبل ملك الجان لك، فينزل لك يقلب لك 5 ويسوي لك عينة، وبالفعل يقلب لك إياها من 5 إلى 500 ثم تشاهدها. هو ما يستطيع أتي بها بدون قلب؟ لا، ما يجي لازم بالقلب شيء. يعني عندك الآن يا زحك، يعني هذا الآن عندك كاميرا ما تجي إلا بتجيك الحين. يعني مثل هذه 5 ريال الآن تبي الكاميرا تجي على الخمسة؟ إيه، عشان يشوفوا 5. طيب ارفعها شوي عشان فيصل. لا والله أنا طالع فضيحة. هذه 5 ريال شيء. الآن هذا إيه، هذا 5. الآن كاتب يا ميمون. إيه؟ يا شمهروش، انت حط 5 جوا. 5 الآن جوا، هو يطبق 5 الآن. إيه؟ وفيه هنا بعض إيش الطلاسم والرموز، يضع 5 بهالشكل ثم يغلق عليها ثم يسكرها ثم يبدأ إيش يحركها لك، ويقول اقرأ الفاتحة، اقرأ المعوذتين، ويقبل الله منك، ويا ملك الجنادة وتعال، وملك الجن تعال، ثم يبدأ يقلبها لك ثم يقولك تعال افتحها. الآن يبدأ يفتحها لك. إذا فتحت لك هالشكل يقول لك فكها. لا خلها، يقول لك ما صلحت معك، ما نجحت معك، خليها مرة ثانية، لازم ملك الجان يرضى عنك مرة دي. اقرأ الفاتحة، نيتك مش طيبة. أيوه، نيتك بطالة، عاش مصرف. أيوه. ثم يقول افتح. والله أظن احنا كلنا حاطين قلبة 5 ما ضبطت. فبيقلبها مرة ثانية، يقلبها لك، فيطلع تفتح المرة الثانية
وتخرج 500 لأن نية الشيخ راشد طبعا طيبة. طيب كيف الحقيقة يا أخي الكريم هي ما تعدو أن تكون قطعتين بهالشكل. أها يعني فيها وجهين ومن الجهتين، حتى أن حاط هنا نجمة، لاحظ هنا نجمة وهنا نجمة حتى لا تختلف، وهنا لون أصفر شوفه بالشكل هذا مكتوب عليه الله، وهنا لون أصفر بعد كاتب عليه الله في كل، وكاتب هنا أسماء نفس الأسماء الموجودة، وهي القضية قضية أنه يبدأ يقلبها يفرها على عين الرجال، يفرها يقلبها يطلعها المرة الأولانية وهي من طيبة، وهي من المرة الثانية وهي من جهتين، ويقلبها على 500 ويبدأ يخدع الناس. وهذا الرجل حينما سلبه منه 500 أعطاه 500 ريال يسلب من 50,000 ريال أو 500,000 ريال، لكن ليته سلم على عقيدته. هذا الصح، صدقه فانسلب سلب ماله وسلبت عقيدته. مدينة جدة. معي على الهاتف الشيخ عبد الله العمودي رئيس هيئة أبو بكر الصديق والمكلف بمتابعة السحرة والمشعوذين في مدينة جدة. حياك الله شيخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عبد الله، شاركتم في الحملة في حملة تنظيف بحر جدة، ماذا لاحظتم من الأسحار وتعليقك عليها؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهي الأمر معروف أنها المنكر بمحافظة جدة لها جهد كبير في محاربة السحرة والمشعوذين، حيث لا يخفى للجميع أنها بوابة الحرمين، ويأتي بعض الوافدين من هؤلاء السحرة والمشعوذين عن طريق الحج والعمرة لقصد فساد عقائد الناس وأخذ أموالهم بغير حق. وهي جدة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعم ولاة أمرنا حفظهم الله تعالى والمسؤولين في الرئاسة العامة وفضيلة المدير العام منطقة مكة وفضيلة رئيس هيئة جدة حفظهم الله تعالى، قد كلفوا مركز هيئة أبو بكر الصديق بمتابعة السحرة والمشعوذين في مدينة جدة، وقد تم القبض على الكثير منهم بفضل الله تعالى، وتم إحالتهم من الجهات المختصة لأخذ جزاهم الشرعي. ومن ضمن أنشطة المركز أيضا أنه تم التنسيق مع بعض الجهات الحكومية برئاسة الأمير سلطان بن سلمان رئيس اللجنة السياحية لاستخراج الأعمال السحرية التي ألقيها السحرة داخل البحر، وبفضل الله سبحانه وتعالى تم استخراج مجموعة كبيرة من الأعمال السحرية التي تم القراءة عليها وفكها بفضل الله سبحانه وتعالى. وأيضا لا يخفى على الجميع أنه يأتينا سنويا بفضل الله 3 تعاميم من صاحب السمو الملك وزير الداخلية يحفظه الله، التي تقضي بالمتابعة السحرة والقبض عليهم وإحالتهم المحكمة الشرعية وتشديد العقوبة عليهم. وبفضل الله سبحانه وتعالى استبان للكثير من الناس خطر هؤلاء السحرة والمشعوذين، وأصبحوا لله الحمد يتنبهون لشرهم وخطرهم. وليعلم الجميع أن هذه الدولة لله الحمد قامت على التوحيد، ولا مجال لمن أراد أن يفسد عقائد الناس في دينهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة ونعمة الأمر في ظل ولاة أمر نحفظهم الله تعالى. طيب شيخ عبد الله، هل رأيتم أشخاص حل عنهم السحر بعدما خرج السحر من البحر وفك في مركز هيئة جدة؟ والله هذا لا يخفى لكم، نحن نأخذ الأسحار من عن طريق القواصين من قاع البحر، وهذه قد ألقيت من زمن، يعني بعضها لها أيام وبعضها لها كانت فترة طويلة، يعني تظهر أمامكم في الشاشة هذه الآن لها فترة طويلة، وفي بعضها كان يعني ما لها 2 أو 3 أيام، ولم يتم الآن القبض على السحرة في هذا الوقت. يعني الشيخ عبد الله العمودي رئيس هيئة أبو بكر الصديق والمكلف بمتابعة السحرة في مدينة جدة، شكرا لك. لك تعليق شيخ راشد على القطاف؟ لا أبدا، بس فقط يعني أيضا هذه من الجهود التي يعني كنت أريد أن أختم بها، لكن الجهود المباركة والمشكورة للهيئات. طيب خلينا نشوف السحر في مكة والحجاج. الحجاج مقبلين السنة هذه على الحج، ومعانا الشيخ شجاع الذويبي المكلف بمتابعة السحرة والمشعوذين بمكة المكرمة. شيخ شجاع مساء الخير. النور، حياك الله يا أخي. الحجاج يذهبون إلى مكة بقصد الحج في موسم الحج، هناك من السحرة من يكون من بين الحجاج ويسحر الحاج وهو لا يعلم، ما علاماتهم بحكم عملك في مكة المكرمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا أخي الكريم أحييك وأحيي ضيفيك فضيلة الشيخ عادل والشيخ راشد كذلك. وقد ذكر الشيخ عادل في بداية كلامه أن أغلب هؤلاء السحرة يتظاهر بالصلاح والعبادة، والحقيقة أنهم في مكة كذلك فهم يوهمون الناس أنهم أصحاب عبادة، والكثير منهم عندما يتصل به يزعم أنه في الحرم.